مشاهدين من استاد القاهرة الدولي، رحب بكم ومعانا الكابتن محمود مصري محمد العزيز. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. انت اصلا مش مشجع كورة؟ انا اصلا بلعب كورة مش مشجع كورة بس. انت انضميت لفريق الفن ازاي؟ انت اصلا لاعب كورة، فمين اللي دخلك في الموضوع يعني؟ هو طبعا انا اخويا محمود سمير المطرب الشعبي المعروف، طبعا بحييه من كل قلبي، اخويا الكبير طبعا وحبيبي. وموضوع الفن طبعا بشكر الاستاذ احمد حماد على المهرجان الجميل اللي عملونا ده النهارده. نجوم الفن كلهم موجودين، بجد انا فرحان جدا عشان واحد كل الناس فرحانه، وبجد كل سنه والناس طيبه طبعا. طبعا بشكر كل الناس وبشكرك ومبسوط جدا انتوا موجودين معانا النهارده. ميرسي ميرسي، كل سنه وانت طيب.